السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، وخلال اللقاء أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة وبالدور اللي بتقوم بيه السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة، بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية اللي بتقوم بيها هذه الطائفة في مصر. طبعا كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجرى جولة تفقدية جديدة في عدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان. رئيس الوزراء قال إن الحكومة عندها الاستعداد التام لتقديم مختلف صور الدعم المطلوب لدفع العمل بالشركات والمصانع، وده طبعا في إطار خطة الدولة اللي بتستهدف الاعتماد على القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الشاملة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند. خلال اللقاء أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات التاريخية اللي بتربط مصر بالطائفة وبالدور اللي بيقوم بيه السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة، بالإضافة للمشروعات التنموية والخيرية اللي بتقوم بيها الطائفة في مصر. كما أكد الرئيس حرص الدولة على الاستمرار في مسار التنمية في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق التاريخية بالقاهرة اللي بتبذل الدولة جهود كبيرة لتطويرها واستعادة وجهها الحضاري. امبارح أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جولة تفقدية جديدة في عدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان في إطار سلسلة جولات تستهدف تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه سير العمل بتلك المصانع. وأوضح مدبولي إن الحكومة لديها الاستعداد التام لتقديم مختلف صور الدعم المطلوب لدفع العمل بالشركات والمصانع المختلفة في إطار خطة الدولة اللي بتستهدف الاعتماد على القطاع الخاص كشريك أساسي خلال المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية الشاملة. كمان امبارح أكد الدكتور مصطفى مدبولي إن رسالة الرئيس كانت دوماً ضرورة التركيز على قطاع الصناعة لتعميق المنتج المحلي وتوفير الجانب الأكبر لاحتياجات السوق المحلية، وإن الحكومة بتعمل على تشجيع وتحفيز الشركات العالمية على التصنيع في مصر لإيجاد فرص عمل إضافية والتوسع في التصدير. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات الجوية المصرية كثفت طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة، وده بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، مع استمرار أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق